وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. خلاص أدي السمارة حجة الله أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن هي أمانة الاختيار التي حملها الإنسان، وعززت السماوات والأرض والجبال عن حملها لثقلها وعظمها. أديس ربي سبحانه وتعالى أسيوش القيمة بندمه نظرا لأنه تحمل هذه الأمانة، مش قيمة عظيمة جدا تقنصر عظيم جدا يسس ربي سبحانه وتعالى بندم على قمة هرم هذا الكون أكل فضله على جميع ما خلق تفضيلا وسخر له ما في السماوات وما في الأرض أكل قاع الأكوان الأفلاك المجرات النجوم يسخرت لهذا الإنسان، بل من يعني تسخيره للإنسان أنه الله سبحانه وتعالى يتسس لإرادته لبقية الكون يشس لإرادته. ما الاختيار غريب لهم ربي سبحانه وتعالى. إنه ينغموني في سورة فصلت لما ذكر سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالت أتينا طائعين. يا ربي للشغلنا ولا تفتت الاختيار وشفت الإرادة. ولذلك ربي سبحانه وتعالى أخذ بخطامها لا تملك من أمر نفسها شيئا نشغل سبسين خيار أتفويت مثلا سيخ القرب يتفويت للتالد الوقت أني دقيقيت أني التانيت أني جزء من تانية إلى قيام ساعة، ويعلم الله سبحانه وتعالى كونت توخر بسي ما تقدم بسي هذه خلدرون الكون عمري من عقل قوة سبب ستشرت سعان غبشاء يا سبحان الله سولي اسمه الله يا ودي تفويت عياب سكيت هاتل جورق اسماتيني سهرة سنات العرس عمري تفويت الوقت ستشرت يور. كذلك السماوات وكل في فلك يسبحون الشمس من بغي أن ترك القمر ولا الليل سابق النهار قنصة إلى معظم دقيق جدا ربي سبحانه وتعالى جد فقط من أجل هذا الإنسان. معنى هذا ابن آدم الشيء قنحد الكونو الشيء نازع في الاختيار كل شيء مسخر يشتين مصحشتين ربي سبحانه وتعالى يساند هذه الإرادة. إنين غلاء إكراها في الدين قد تبين الرجل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولا الطوب لجراش ولا الطفغاش السيفت المشبجناتش يجر دراع لك خاطي لك وشاش الاختيار وإنما بصرتك نبهتك سبين غاش قد قد يبتش خلقة الشنغاش الجنة تصنع جهنم اشرح غاش دا واحد يززغاش هذا الكتاب ولكن بعد ذلك لك كل هذا الخيار. أشين ربي سبحانه وتعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة حقيقة ليت تعر يعني متتعزم ضموني بتدبر أش سخلع هامي أتنزم تتصور هذا المشهد وسيقع حتما قاع خطر يجي الشك أبدا سيقع هذا يوم القيامة أتفد مدن ريحا في ذلك الهول الأكبر يوم تفزع الناس جميعا حقيقة يشيب الولدان العرق ربما يصل إلى مستويات الشمس تدنو من الرؤوس أتى فضل بعض مدن يأتون آمنين أدياس مريح لابس عليهم سترنقلي الزهاء أدياس يوم القيامة الزهاء مورمال ليش غرسلت أوكان سوسي نفتت لهم قاع أبدا إلا تحت ظل عرش الرحمن. أما من إلى رب سبحانه وتعالى يخسس يكون وهو مطمئن أغني شرب بهذه الصورة مسألة إرادية دق الغرومة ابن دم أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أو السمان تغنف وإن يجرونه على يجي يكبوه في النار والعياذ بالله أنت يتزرق يتويل أما هو إن يتزد آمنا يوم القيامة مش كغني وش التعليق بعد ذلك مباشرة سيلا مني ياك تفهمني ذا وحده تفهمن إيش لين تخصم اعملوا ما شئتم إيش لين تخصم إنه بما تعملون بصير. إذن ربي سبحانه وتعالى مش كد يكون الحساب عدل لا زور فيه يساند هذه الإرادة إن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها بالصح ماشي حاسب يا اختني الله ولو ولاد الحيط ونزقي حساب دقيق 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 يعلم خائنة العيون خائنة العيون معنى بتا معنى ترزمت بصح ترقب ضم تخون خائنة العيون بتا يقول حد ميوكر بتا راديوس هوب يبياء قط تبي السجنصة سريع مثل العين رمشة العين مش سينا وني سيدنا سليمان قبل أن يرتد إليك طرفك يعني دليل على السرعة أين سرعتني عند الله محاسب عليها الإنسان
هذين سبحان المسلمون ما يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن رب سبحانه وتعالى سي جواموني صغني سهل كلش صغني سخر كلش يجانا نخطني الحساب هذا حساب دقيق جدا دقيق للسجنسة أديزوا وليد سنبلاد ما تتفل منامت ماشي إن شاء الله لباس ما ربي غفور رحم لش خط ربي غفور رحم ربي شد العقاب في مواطن معينة واضحة جدا هناك شروط هناك ضوابط هناك مقتضيات.